مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كابريولي. كابريولي مهرجان السينما للأفلام القصيرة واللي بيعنى خاصة بالمخرجين الجداد الجراتويتد المخرجين وجيل الشباب واللي كان بشكل بلش من حوالي 2 أو 3 سنين على درجة جميزة وهلا انتقلنا باستوديو. مخرج جديد معنا اليوم لوسيان سكر، مرحبا، واللي رح يحكينا عن فيلم سمول فيش. الفيلم بيطول 10 دقايق عن قصة شاب وبنت بيتغربوا ببعض وكل مرة بيستحوا يقولوا لبعض صح لعمولو؟ اوكي بيستحوا كتير وكل مرة بده يقول لها شي بيشتري منها سمكة. تصوير بلبنان، فيلم من جامعة قلبة، خريج جديد 22 سنة. شو بعد بدي أقول عنك؟ شو بتعرف عن حالك بعد؟ هذا أول فيلم أنت بتعمله أو قبل ما تكون بالجامعة كان عندك أفلام؟ قبل هذا الفيلم كان عندي فيلم الجامعة، يعني عندي 6 فيلم. قد إيه بيكون طول الفيلم بعد الجامعة؟ أول ثاني سنة نحن عنا بالقلب في 5 شوي، يعني ثاني سنة ما فيك تعمل أكثر من 4 دقايق، وثالث سنة عندي فيلم 10 دقايق ودوكيومنتير 10 دقايق وهيدا الفيلم. اف، يعني عامل فيلمين قبل هيدا 10 دقايق. مزبوط. اوكي. الفيلم كيف كان تقييمه بمهرجان كابريولي على الدرج؟ اكشلي حبوه العالم، هو اتس ريلي لايت، الفيلم كثير كثير سيريس، انه ما في حدا بتحضر بصير تفكر بابعاد كثير انه غريبه، لا كثير يعني بتحضريه هو الفيلم، يعني مش هيك العالم هيك they can relate to it، فيهم يتقربوا منه فيهم relate to it. I have no idea what's relate to it. هلا مع موجة الرقابة ولأنه آخر ذكرت هذيك السنة لهلا في كثير مخرجين عم يعلى صوتهم على انه انا ما بقبل حدا يشيل من الفيلم شيء، او في كذا مخرج بدون ذكر اسماء رفعوا دعوه على المنتجين كرمال اكثر عم يزيد بلبنان. شو رايك بهذا المطرح؟ واذا انت عملت فيلم وشايف منه مشاهد شو بتعمل؟ هلا انا قبل او ما بتروح لا اصلا هذا المطرح يمكن اكزاكتلي انا يعني اول ما افكر بفكره فيلم ديجا فيلم قصير ما بفكر اعمل شيء بده يعني مثلا باخذ كاركتير معين وبدي اعمل له انتروداكشن للكاركتير، ما بدي ياخذ معي 10 دقائق انتروداكشن، بدي شيء دغري مثلا بفرجيك انت بنفهم من شكلك من لبسك من طريقه اول ما تحكي او شيء شو الكاركتير تبعك، عرفت كيف؟ ما بفكر روح بطريقه مين حيقتل مين وليه هيدي حبلي تبلى ما تتجوز وليه، يعني هول القصص انت ما بتتناولهم كثير، مش ما بتتناولهم بس انه بدهم كثير وقت تستوعبي مين الكاركتير تتحسي معه، يعني اذا ماتت البنت اللي بوجهك بغضون 10 دقائق فرجيتك بنت وماتت ما بتحسي معه. ايه لازم ماتت وبعدين 10 دقائق صار اللي بعرفها، عرفتي؟ غير ما تتعرف على حدا ساعة ونص ساعتين وتتعرفي شو عم بيصير معه كل يوم وشو عم كيف هيدي البنت عم تحكي من وجهة نظر الاودينس مو وجهة نظر من وجهة نظري انا او بقى من وجهة نظري انا كيف بشوف الفلومه كيف انه شورت موفي ايه از ايه اكزاكتلي اوكي. طب واذا كنت انت عم تفكر بكتابة فيلم او انت ما بتكتب بتاخذ من اصدقاء لك بتكتب وبتعمل الاخراج، فلما بتكتب اذا حدا هيك كنت محظوظ كثير وحط قدامك مبلغ مصاري قد يقول لك بليز استنى بس اعمل لي فيلم، بتبعد عن هول الخيارات كمان؟ لا ما ببعد عنهم، هلا حسب شو المود تبعي شو من وين شو بفكر بالقصة، بل في القصة كلها مش من المفترض يكون فيها من اساسها شيء هيك، ممكن يكون كلها هيك يو نيفر نو، يعني بوقتها وقتها تجيني هالفرصة اي هوب يجيني هالفرصة، بس وقتها تجيني هالفرصة بوقتها شو بفكر؟ بركي فكرت اعمل فيلم كوميدي، دونك انه القصص اللي بدهم يشيلوها مش مفترض تكون من الاساس بالفيلم، يعني ما بفكر اعمل ما بفكر ودي مساج كثير قوي، يعني بتتذاكى بافلامك على الامن العام اللبناني؟ حرام لا ما بتذاكى عليك، لا مش قصة تتذاكى، بس قصة انه اذا في داعي حطهم بحطهم، ما في داعي حطهم ليه بدي فوت حالي بمتاهات من الاساس؟ عارف انه ممكن يقبلوها ممكن ما يقبلوها، بس كرمال انه انا بدي اوصل هالمساج بفيلم حتى ما خصوا المساج اساسا. في كثير مساج حتى يعني المشاهد الجنسيه بامتياز باثنين جسم عار، يعني خلص ما في ثياب ولا شيء، حتى بيوروب يا بيكون كثير مبرر هذا الشيء لحدته لقوته لرومانسيته، او اصلا كثير مطرح ما بتشوفه لو كانت ماسكه كثير مشهوره بيكون كثير هيك بيور حلو
وصل زيت المساج يعني. بس كمان احيانا بيكون هيدا المشهد كثير مهم يتواجد بهذا الاطار. هلا عم اعمل لك اذا مهم يتواجد اهلا وسهلا حتى اكيد المسرح. اكيد بوجده اكيد بوجده شيء خليه يتواجد خليه يتواجد ودافع عنه عرفتي كيف. بس مش انه هيك بطريقه كثير ابسورد وصل انه اوكي انا عندي هدول عم نضحك ومبسوطين وهيك واز يوصل هيك مشهد جنس واز. قبل ما انتقل للفيلم نحن عم نحكي برا حكينا ثاقبت انت وذكرت $100 $100 ايه كلف الفيلم كله $100. فانا حبيت المبلغ لانه لهلا حتى لو كانوا خريجين كنت عم بسمع شوي ارقام اكبر. كنت دائما عم اقول انه ما بين قصة الجامعة لا في كتير ناس ما بيقدروا هالقد يكونوا مرتاحين وعم يدفعوا قصة جامعة خاصة وبرودكشن فيلم $800 فالمبلغ كتير منيح. مبروك. ماشي لأن هذا من أقل الأسعار اللي هم بعتقد سمعتها بالكواليتي يعني أقل ما بعتقد. لا في دوكيومنتريات في أقل في 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 فيلم بتكلف أقل. بس أنا كان عندي كتير سمك تجربة السمك والبوكالات وكل هدول القصص عالي شوي السعر. بدي بوكال من عندك. خلص طيب مشاهدينا بنقف مع سمول فيش بعدين نكفي سوا. أنا جبل. أنت أقوى شخص. أنا أقوى من سوبرمان. أنت فيك تعمل بمدرسة. أنا باكل حياية. إن شاء الله عجبوها السمك لأمك. رجعت تجيب لهم أكل؟ لا أصلي بلا إنهم عجبوها كثير السمكة. بس أنا شايفة ما في شيء بدي أقول لك إياه. أكيد تفضل. بدي أسألك شو عندك اليوم؟ سمك. كان عند رفيقتي عندها انيفرسير وبدي اخذ شيء سبيشال. انا اذكى واحد، انا احلى واحد، انا اهضم واحد وانا اقوى واحد. هاي كارول قميصتك حلوه، شو عامل الليله؟ هاي كارول بعرف اني كتير مشغولة بس في فيلم كتير حلو بالسينة. هاي كارول في مطعم سوشي فتح امبارح كتير كتير طيب، بدك تروح انا وياك؟ تيت ا تيت. كذلك الامر في اليوم يوجد اكثر من 500 نوعا من الاسماك الذهبية في العالم. بعض الاصناف منها الرئيسية وهي سمكة ذو العين، الفقاعة، الشمبومكين، والحرقين، اين الرقيم.
أنا أسكس واحد. هاي كارول. ايه ما سمعت انه حدا فات، كنت عم غني ما سمعت الجرس. صوتي كتير حلو، شي في شي بعد احلى عن جد؟ ايه انت حذرك السمك، احلى شي السمك. بتعرف انه السمك ما بيعمل بيبي؟ كارول، في سؤال دايما بفكر فيه قبل ما نام، في لك ايه؟ شو هو؟ Tu es comme mon chien qui est mort. Je t'adore. Hey, you fortunate child, why don't you smile? Look at your bright side. Hey, lady. Won't you please hold my head? Please walk with him to the end of his mile. Look at your bright side. Hey lady, won't you please hold my head? لوين نزل اليوم عن كارول؟ ايه ليش في؟ ايه ما تتعصب وتنزل اليوم. امبارح سرقوا لها الوحن بالليل. كارول، عرفت انه سرقوا لي المحل ما هيك؟ اي قالت لي طنط عديد. بتعرف في شيء بدي اقول لك اياه من اول ما شفتك. بتعرف انه السمكه اذا حبلت بتصير هبيله؟ ما هي اذا بدكم كافيين انا جينيريك بكفي الفيلم على الجينيريك.
سو الجينيريك الجينيريك اتس ان اوبن اند يعني برجع عم بجرب كثير ملبك هو ايه كثير ما هو عم بجرب يحط ايده عليها بس بقرر يرجع يضبط الجاكيت برجع بقرر يعبطها برجع بقرر يضبط الجاكيت اوكي سو اتس ان اوبن اندينج يعني ما يو نيفر نو اذا بي هلا بالنسبة للكاركتر اللي اخذينه انا من الاوبن اندينج تبعي ما بيقربوا بعض ممكن فكرة كثير بعض بوست بروبلي ما حيقربوا بعض بوست رح فوت بالفيلم خيار الممثلين بهيدا العمر مع انه هيك القصة لما بتقول سمول فيش وبيستحوا من بعض بتفكر ممكن يكونوا اصغر بشوي بداية العشرينات اخر المراهقة اما انت اخذت خيار كليا بين التياب وبين يعني التياب كثير واقعيين البنايه كثير واقعيه لعبت كثير الوان على الارت دايركتور والسمك والبالون يعني هالقد في مزيج بين الواقعي وبين اكزاكتلي انا هذا اللي كان بدي اياه من الاساس اول ما قلت لهم للجامعه شو بدي اعمل فيهم قالوا لي ايه كثير حلو بتعملوا كثير انه بتجد الوان وبتعيشنا دون زان موند كثير هيك افار ما عارف شو يعني لا بدي قد ما فيي خليه كمان نحس معهم للاشخاص انه موجودين مضبوط لانه في بعتقد في عالم هيك يعني وزياده انه حبيت بالفرانسيس وال يعني بالعمر الترنتين الثلاثينات حبيتهم يكونوا بس لانه بحس انا انه ممكن شخص 16 17 بعده يستحمل بنت ممكن شخص بالعشرين هي لها علاقه بطبع الشخص اكزاكتلي بدي احط انه هدول كاركتير هدول منهم لانه بعضهم صغار او لانه كبروا وبعضهم بيستحوا مش لانه من صغار بيستحوا لانه هيدا الكاركتير تبعهم السمك خيارك للسمك له شيء دلاله خاصه ولا لانه الالوان ممكن هو اكثر شيء ممكن يعطي لا له دلالتين جميل السمك في فيلم اسمه بيك فيش فهو بيك فيش كيف؟ انت سمول فيش ما اكزاكتلي هي بيك فيش يعني عنده هو معنى كلمه بيك فيش يعني عنده كثير معارف عنده شخص اذا بيحكي معك خلص بصير اصحاب معك عنده كثير معارف سمول فيش يعني ما كلو اكثر منغلق على حاله ما بيحكي مع العالم فهدول انه من وحي الخبريه هي سمول فيش يعني هو اثنيناتهم شخصين بيستحوا كثير من بعضهم وخبريه كيف طلع خبريه الفيلم كثير كثير هيك شو بيقولوا سودان سودان هيك لا بس ما عن جد وعيت الصبح وكان عندنا بالقلبة اللي حبيته بالقلبة هي انه عندك مثلا نهارين ثلاثة تطلع بفكرة هالقد بدك تركز على انه كان عندنا جمعة نطلع بفكرة انه نقدمها وهي خلص الفينال يعني عرفتي كيف؟ فانه بتصير تعطيك اكثر كمان تفكري بافكار هلا انا وعيت الصبح عارف انه بدي بنت وشاب بس بفيلم بدي شخصين بفيلم وثاقبت انه رفيقتي كان جايبت لي سمكه فطلعت هيك لقيت السمكه عم تفور وتدور بالبوكال وكثير لونها حلو وكثير هي حلوه السمكه فقررت انه يكون كله جو سمك وفي شخصين وجو سمك يعني انطلقت من فكره بسيطه كثير ورحت لانك تركز على آلية الاخراج بالفيلم مظبوط هلا انا كنت بدي اسالك كيف تبلش الكتابه هل يعني هلا اوكي حكيتنا عن كيف هيدا الفيلم بس انت كلوسيان او كمشاريع اذا عم تكتب مشروع لك انه لو بدك تحطه على جنب تنطر اي متى بتجي البرودكشن هون هل بتبلش من صوره براسك انه ممكن حلو شوف بنت لبسه هيك قاطعه عم شوف ولا ببلش من الفكره وبتطور الفكره كثير حسب يعني ايش ما بعرف ما يعني ما في شيء معين هيدا الفيلم الميوزيك تبع هيدا الفيلم كمان انا عامله هلا رح نفوت فيها بس تخبرك خبرينا في هيدا الفيلم الميوزيك تبع الفيلم انا عامله انا عم بكتب الفيلم كنت عم بكتب الميوزيك معه اوكي فكانوا يعني وقت خلصت عن جد وقت خلصت الميوزيك وعرفت شو بدي اعمل لقيت حبكه الفيلم لقيت كفايه الفيلم فحسب يعني مرات عن جد من الميوزيك بتستوحي فكره بتستوحي خبريه بس ما كنت عم تكتب الميوزيك للفيلم كنت انت ديجا عندك مشروعك الخاص لا كنت لا هي الميوزيك بلا كلمات يعني بالاول وبالاخير هدول كنت عم بكتبها للفيلم اوكي وفي ميوزيك بالنص كنت كتبها من قبل حطيتها بالفيلم فهو الميوزيك ساعدتني هالمره بهيدا الفيلم الميوزيك ساعدتني اكثر تستوحي الايماج بس تستوحي الصوره وين بتلاقي حالك اقوى بالاخراج ام بالكتابه الفيلم ام بعد انت كمان شغال ارت دايركشن لا ارت دايركشن كان رالف فريم وجينيفر لين اوكي او بتلاقي حالك يعني باي مطرح اقوى نص لا فينشينج
لا ما يعني كنص كثير بحب اكتب مفهومه، كثير بحب فوت بكل بيرسوناج والتيكولوجي تبعه وليش عم يدير تشتغل الدراماتورجيا مع الممثلين، بتدير الممثلين؟ ايه بدير الممثلين اكيد، انه هيدا كمان اللي هي شغلي اذا كمخرج يعني. وكاخراج كمان بعتبر حالي انه كمان موسع خبريه الاخراج، انه بتنط على كل شغله، في نط على كل شغله انه بالمعلومات اللي انا بعرفها. يعني ما بتخطى بقول انه ايه هيدا عمل هيدا الشيء وانا ما بعرف اعمله، بس انه بالشيء اللي بعرف اعمله بعرف انه انا ام جود ات. شو بتغير بالفيلم اليوم اذا؟ في كثير قصص صغيره بالفيلم. مثل؟ لا في كثير قصص صغيره بالفيلم. مثل بجرب الاضاءه غيرها بالاول، اضاءه الفيلم ما كانت كثير قويه. وفي عندي كم فوت ديكور هيك انا بشوفهم هلا ما حد شوفهم. في القطشات الصغار او هيدي نو هيدي من ستيل الفيلم يعني ما في شيء غلط بالمونتاج. لا في قطشه واضحه من ستيل الفيلم. انا فكرت انه بس بعد بلحظه اكزاكتلي هيدول بهي اللحظه بس انا رح يقرب عليها بس لا بشتري شيء بتروح لا بس لا في قصص صغيره يعني كارد انا ارت دايركشن انت بتفهم بوقتها انه لانه بعد ما كنت هالقد هلا حارجع اقدر انتبه لنا لا ما فينا كثير ننتبه اوكي قد ايه بتعطي مساحه للممثل اللي معك؟ يعني قد ايه هالساعه بتخيل هو كاركتره شوي واضح للممثل وبتخيل هو ما بعرف من البادي لانجوج شغل الجسم تبعه فيكون كوميدي شوي بحياته اليوميه بحس، بس قد ايه ساعدك هو كفرد او قد ايه انت غيرت فيه وقد ايه تركت له اسباس ليرتجل؟ قد ايه كان واضح انه انا هذا الشيء بدي اياه؟ هلا انا وقت اول شيء عملت كاستنج عملت كاستنج على فيسبوك، حطيت على بيج على فيسبوك انه بدي شخص بهذا العمر لهذا العمر، وما بأثر الشكل لانه كان بالنسبه لي كاركتر بأثر اكثر بكثير من الشكل. كنت شوي غلطان لانه بعثوا لي كذا حدا يبعث لي مسج على فيسبوك انه I'm interested شكلهم ما it doesn't fit يعني. هو اول ما شفته قلت انا خلص هيدا هو لانه شكله ديجا فيه شيء هيك انوسان، فيه شيء بذات الوقت فيه انه grown up منه صغير. عرفت كيف؟ وزيادة انه وقت حكيته هيك كثير لذيذ وكثير انه عن جد شاطر، هو كثير مسيل شاطر يعني لذيذ وبيعطيك اللي بدك اياه على القد يعني. هو دارس تمثيل؟ هو دارس تمثيل. وزيادة انه انا معي ما بحب ابدا اقول للشخص انت يا ممثل تمشي من هون لهون بتقول هالكلمة انت وعم تمشي وقتها توقف تبرم ظهرك على المراية وبتكون هي ورا، ما عندي برم هاو كلمة. فعندي انه انا عم اقول لك شو بدي مود، انا هيدي الجمله اللي بدي اياها فرملها مثل ما بدك، اعملها مثل ما بدك للجمله، مهم توصل لفكره انه انت بدك تسالها تظهر انت وياها وما راح خبره يعني بقول له انه انت جايه بدك تسالها انه عندك بدك تظهر معها راح تستحي، راح تقول انه عندك رفيقه ولا انيفرسير لها بدك سامكي. عرفت كيف هو كيف بيعملها كيف الطريقه؟ هلا انا بالنهايه عم شوف انه في شيء ما عجبني بقول له بس انه بعطي اسباس كثير للنسي طبعا. قد ايه صورت كم يوم؟ صورت ثلاثة او اربعة ايام. واديتنج ويعني والكتابة مع كل شيء؟ كل شيء شهرين كله على بعض. اوكي. بدي فوت على باب الموسيقى. ايه انت غنيت بالفيلم؟ انا غنيت بالفيلم مظبوط. تكس انا قلت لي انا ما بعرفك اصلا بتغني. لا انا غنيت بالفيلم، هيدي غنية كمان انا ورفيقي من دب ومنغني سوا، ف هيدا نحن عاملينها كمان الاغنيه كاتبينها سوا؟ كاتبينها، هلا في كتبها بس انه حسيتها كثير اتفت يعني هي بتحكي عن شخص هو اندر استيميت هيم سيلف وبضله حاسس انه الحياه مش عم تعطيه انه هو بده، وايل انه نحن الاغنيه بتقول انه انت كثير مش انه تشي شانسو يو هاف ا تشانس جست لوك ات ذا برايت سايد اوف ذا لايف اوف لايف اند على الجانب المضوء على الجانب الايجابي ايجابي انه ما تضلك تشوف انه انا ما عم بقدر اوصل، لا انت وصلت لمطرح اللي انت وصلت له. لما قدمت على كابريولي كانت الجامعه هي ايه الجامعه اكشلي هي بتنقل تعمل سلكشن لافلام ما بعرف كيف الجامعه بتختار فلومتها اي هاف نو ايديا كيف تختار فلومتها بس انه فيلم هو من الفلوم اللي عم تبعتهم الجامعه في كذا فيلم مثلوا الجامعه نحن كنا بعتقد 23 شخص بالبرومو فيلم واحد؟ فيلمين بعتقد قبل على الكابريولي او ثلاثة. اوكي شو عم تعمل هلا قد ايه بعدت عن الاخراج؟ واو لا ما بعدت كثير عن الاخراج، بعدت عن السينما.
اوكي. هلا عم اشتغل بالتي في. بعدت عن السينما بعدني ما بعدت عن الاخراج لانه بعدني شوي مخرج فقرات سجمنت دايركتور ف شوي مرتاح او بتحس بشي كثير كبير ناقص هلا عندك؟ هلا في شيء كثير كبير ناقص انه ايه انه بين هيدا الفيلم يلي هو بالنسبه لإلي بعد فيه حسنه كثير بس بين هيدا الفيلم اول تجربه ما اكزاكتلي وحيلا شيء هلا عم بشتغله بالتي في انه بلاقي انه هيدا الفيلم انه كعشر دقايق على اربع ايام انشغل وهل بركي بالتي في عشر دقايق بتعمليهم بالنهار بتصوري بالنهار بتعملي ريبورت عشر دقايق او نهارين يعني ما بتتمعن كثير اصلا بتذكر انت كثير سريع بالاديتنج ايه ايه لا بس بزياده انه مع الوقت بتصير بعد اسرع بتفكيرك تي في يعني تفكير التي في غير تفكير السينما تي في عندك هالوقت تعملي هذا الشيء وعندك قصص صغيرة يعني فيك تعمليهم بالتي في محدودة أكثر شوي من السينما بتخاف لوسيان تعلق مثل ما كنا كلنا يعني بمجال الفن لأنه مضطرين ناخذ وظيفة معينة لا نطلع يعني نعيش أتليست بمستوى مثل كل الناس فهذا الشيء بيروح على حساب كمية كبيرة من الطاقة تبعتنا اللي ما بتخلينا نعمل أشياء اللي بعتقد إنه بنقدر نعملها لا ما بفكر هيك بفكر إنه أنا بعرف إنه من أول ما فتت على الجامعة كنت ما بدي فوت تي في ونوي فوت تي في وأنا بدي كفي سيني وبعمل ريفوليوشن وبكون ريبال يعني ولا مرة فكرت لحفوت تي في بس وانس فتت تي في وعرفت عن جد أول شيء قيمة التي في وعرفت قيمة شو عم تشتغلي إنه السيني مش يعني مش كل العالم تروح على السينما بس كل العالم عندها تي في ببيت صح عرفت كيف؟ انت وقت بتحس هيدي المسؤوليه الكبيره عليك اللي عندك انت اذا عم تشتغلي ببروجرام كاليبرو عالي عم بتشوفي انه عم بيجيب هالقد عدد عالم عم يحضروك بصير عندك مسؤوليه على ثلاثة مليون ما بعرف قد ايه بكون عم يحضروك شخص بس عم بيشوف شو انت عم تحطي واي كلمه ولو انه ما بيقروا جينيريك ثلاث ارباعهم هذا الشيء ما بيزعجك كمخرج لا 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 دجا بالتي في بيقروا جينيريك بالسينما بيقروا جينيريك هذا في كثير ناس ما بتقراش جينيريك هلا ايه اول ما يخلص البروجرام بتشيله دغري بتصير بتقلب على البروجرام ما بهم لانه انا هلا بكون عم بحضر هلا انا لانه بالدومين بس هلا حدا بكون عم يحضر بيحضر جينيريك 600,000 اسم شو رح يعملوا له؟ عرفتي كيف؟ انه يلي بيعني له حيحضر الجينيريك يلي ما بيعني له شو رايك بالسينما اللبنانية؟ لا بتاع موضوع غلط. ما بنفوت بهذا الموضوع. اكزاكتلي، انت قلت لي ما بتفوتي فهو محور عم تركه لحالك. حسب اي سينما لبنانية، عندك سينما لبنانية عن جد بحترمها وكثير بحبها. مثل؟ غسان سلهب. محمد لا سوري ايش من حتى غسان سلهب. غسان سلهب. حضرت له اخر فيلم مع فادي ابي سمرة. الابيض والاسود. ليمونتان ايه هيدا انا كنت عليه اسيستنت اديتور ذاتس جود فشو اسمه ايه انه غسان سلهب بركي بعتقد الوحيد اللي بعتبر انه عم يعمل قصص مع انه اندر جراوند بس انه هيك بتحس انه فيك تحضري فيلمه وتفهمي منيح تفوتي بقصه في عنده ابعاد بالقصه وهيك البقيه بحترمهم كثير يعني البقيه مثلا نادين لبكي انه اكيد كلنا انه بعتقد كل العالم بتفكر كيف ممكن توصل لمرحله نادين لبكي انه تقدر تاخذ برودكشن هالقد قويه وتقدر تكون هالقد كاست هالقد كبير عرفتي كيف؟ بس اتس كوميرشال بتضلها كوميرشال عرفتي كيف؟ ام نوت سينج اتس هيدا غلط لانه بعتقد اذا شخص ما فات كوميرشال يعني بعتقد اذكى شيء عملته هي نادين لبكي انه فاتت كوميرشال عرفت كل العالم حبيت فيلم هلا لوين؟ وهلا لوين؟ هلا لوين؟ بلا ليك اول ما تحضري حبيته انا عم بحضر حبيته في مشاهد كثير حلوه بس عم فاندو كونت انه في اكيد بكل فيلم يعني وحتى بعتقد نادين لبكي وقت عملت معها انترفيو وقت نادين لبكي قالت انه في قصص تغيرت في قصص انه كل شخص ما في شيء هلا رح توصل ايه هلا انت عم تتغير اصلا من يوم ليوم نظرتك للاشياء عم تتغير من يوم ليوم ففي كثير اشياء حتضل مع الوقت بتقول هيدي كنت اعملها هيك وهيدي كنت اعملها هيك اكزاكتلي بس انه بتضلك بنطاق الكوميرشال يعني عرفي تفوت على مجال السينما بلبنان لانه اذا ما فتت هيك اذا ما حببت العالم بالسينما بالاول ما حت بس لنقول كادراج او كاليتي نوع صوره نوع الوان انا كثير بحب سوري
نادينا بقى مثلا كراميل بعدني لهلا فيهم كراميل بعدني لهلا بتلاقيه احلى من هلا لوين؟ ايه كراميل بي احلى من هلا بكثير. وعادة خبرنا انت عن الافلام عن الكتب اللي بتقراها عن يعني بكابريولي اوكي بحضر كابريولي كنت كله بيقعد على الدرس وبيحضر بس اللي ما بيعرفك بصير انه اوكي من هذا عرفت فهلا هيك في مطرح انه مين انت اكثر شو بتقرا اكثر شو بتحضر اكثر مخرجينك المفضلين هلا مخرجين المفضلين ما عندي انا بطبيعه حياتي ما باخذ يعني ما عندي مثلا شخص بغني مفضل أوكي. ما عندي اوثر مفضل ما عندي مخرج مفضل عندي افلام بحبها عندي افلام بحضرها ثلاث مرات عندي افلام بحضرها اكثر من مره فانه ما عندي شخص معين بحبه بس مثلا كل شيء سبانيش اندر جراوند سبانيش بحبه كل شيء المودوفار كل شيء المودوفار تقريبا بحبه عندك لاس فون ترير لاس فون ترير از انذر ثينج لاس فون ترير لما بدي اعبق و لا لما بدي عن جد اقعد مع فيلم يعني واسترخ يعني وما شو بقوله كثير كثير اقعد افكر طرب على الفيلم ايه وتقعد تعيد لسان 14 مره تستوعبي ايه لارس فون ترير وشو بتتمنى لبعدين؟ اكشلي هذا الشيء امبارح كنا عم نحكي مع رفقاتي انه ابشع شيء توصلي على مطرح تلاقي حالك عم تكبر عم تكبر عم تكبر بعد ما انك عارفه وين وصلت فانه كلنا بنطمح نوصل اكيد لمطارح كثير بدك بقيلة. تعمل فيلم طويل؟ اكيد عم تكتب فيلم؟ عم بكتب هلا فيلم قصير بعد فيلم قصير قد ايه طوله؟ بعدني بالكتابه الفاز هيدا الافرج تبعك يعني هي ماكسيموم رح يوصل لل 20 25 مينيت اوكي بس انه مش اكثر ما بدي اعمله اكثر وهلا بعدني بالفاز الكتابه يعني مش بتحس معقول تاخذ ريسك وتترك كل شيء وتروح تاخذ اكسبيرينس برا وترجع تعمل يعني نادين عملت هيك انا هلا انا عندي فكره اذا وانس طلعت لبرا وبيت برا واذا شيء نهار حبيت ارجع لبنان هي بس تعمل كونتريبيوشن مع شيء برودكشن هاوس او شيء مخرج او سمثينغ معين كرمال اقدر اعمل شيء للبنان بس اذر ذان ذات واذا وانس فلت ما برجع طيب لسيان خليك عنا ما تسافر عمال افلام قصيره هون لو ما عملت روح عمال فيلم طويل ورجع ماكسيموم بدي اتذكرك في كابريولي انبسطت اني شفتك عن السيره زمان ما شفتك واي هوب تعمل فيلم قصير ثاني ونرجع نقعد نحضره هون او بمطرح ثاني خير موفق وبدي اتذكر جميع المشاهدين اللي شافونا ويلا على حلقه جديده باي باي